السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام. متابعينا الأفاضل من كل مكان، كيف حالكم يا زلمة؟ نعم، سجل دخول فخم معكم أخوكم دخان من قناة سموك يوتيوب. إذا أنت جديد يا أسطورة ولأول مرة تابع فيها قناتنا، كل ما نتمناه منك فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لصلك شعارنا على كل ما هو جديد في قناتنا، والضغط على زر الإعجاب اللي تحفزنا بالنشر المزدوج إن شاء الله. نعم يا سادة الكرام، نعم يا أساطير الزمان، عاد إليكم الدخان بفيديو جديد، بفيديو خنفشاري دراماتيكي، وأكيد أن هذا الفيديو راح تحبوه. بس بالأول يا أسطورة، يلا حط لايك ما تخسر أي حاجة، والله العظيم أقسم بالله. طبعا يا سادة الكرام، موضوع الفيديو لهذا اليوم والله كثير منكم طلبوه مني، يا دخان كيف لا أتوتر؟ يا دخان أنا أدخل جيم وأقعد أرجع أخاف. طيب يا حبيبي ليش تخاف؟ أوكي راح أجاوبكم إجابة بسيطة، لأنه إذا جاوبت أعتقد إذا جاوبت إجابة غير هذه ما راح تصدقوني. يعني إيش هذه الإجابة؟ إيش هذا؟ نحن ما نريد فيك إجابة، ولكن راح أجاوبكم إجابة خرافية خنفشارية دراماتيكية. بالأول يا سادة الكرام، ايوه بجاوبكم اجابه بسيطه مبسطه، وراح تفهم من هذه الاجابه كثير اشياء، يعني راح تفهم كثير اشياء من هذه الاجابه. ثواني. طبعا بالاول يا شباب، اذا صارت المظله او صار عندك لاج، بس فقط انك ترفع كذا وتنزل كذا كل شيء يرجع طبيعي يعني. فيلا يا سادة الكرام، خلونا ناخذ بالاول سلاح عشان اجاوبكم الاجابه البسيطة المبسطة. اوكي اخذنا هذا السلاح، نمشي. طبعا مثلا هذا البرميل، واحد انت نازل تلعب سكور، اجيت جنب هذا البرميل قتلك، يعني هذا الشخص قتلك. اوكي خلاص قتلك، خذ لايك يا اسطورة وحش نازل الجزيرة. اوكي كويس، انت خسرت اول ما دخلت الجيم، خسرت 55 نقطة. طيب خسرت 55 نقطة. طيب يا حبيبي الملايين، يعني انت قادر تلعب مرة ثانية، لو تخسر من نقطة عادي تقدر تلعب مرة ثانية، انت منزل اللعبة عشان تلعب وتلاعب حالك، يعني ما مشان انك تدخل وترجف وتنفض، انت ما ماسك سلاح ومخليه تقاتل الناس حقيقي، يعني في الطبيعة انت ما داخل حرب ومجزرة. عادي خسرت 50 نقطة، ترى هاللعبة نقص، ما نقصت من اموالك او نقص من صحتك شيء، عادي ادخل الجيم بدون لا تخوف وبدون لا اي شيء. اوكي الحين راح ندخل الجيم الثاني، وراح نلعب جيم سولو، جيم نظامي، راح نلعب سكور، واذا وبعد بنفس الوقت راح استعرض لكم اعداداتي، لانه الكثير من الاشخاص طلبوا تحت بالتعليقات يا دخان كيف، او استعرض لنا اعداداتك. الحين بهذا الفيديو ان شاء الله راح نلعب مع بعض جيم سولو، نلعب سكور ان شاء الله، وراح نفهم او نفهم مع بعض كثير شغلات. فخلوكم متابعين الفيديو، اذا ما حاط لايك يا اسطوره ما انصحك، لا تبخل علي باللايك وشارك المقطع مع الاصدقاء. طيب دخلنا الجيم الثاني، طبعا خلاص انا دخلت متلبك وخسرت، وعرفت ان الجيم ان اللعبه لعبه خساره ولعبه فوز، ويمكن ادخل هذا الجيم واخسر بعد عادي، بخسر 50 نقطه برجع مره ثانيه بلعب، لو نقصت 500 نقطه 600 نقطه عادي، ترى اللعبه مثل ما تفوز تخسر، ولو كان اللعبه كلها فوز ما خلوا لك مراكز، ولو كانت اللعبه كلها خساره ما خلوا لك مراكز، الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وال11 وال12 وال13 فيها كثير مراكز، عاد انت وحظك، يعني انت مجرد تلعب وتشغل عقلك وباقي الشغلات تخليها. اوكي طيب دخلنا الجيم الثاني، كويس. طبعا يا سادة الكرام، هذه الاعدادات اللي انا بستخدمها، انا بحب اللعب السريع، يعني يكون دوران اللاعب يكون سريع، فيمكن انت ما يناسبك هذه الاعدادات، فيعني انا ما حاط لك هذه الاعدادات يعني يجيب الهيد شوت، لا الهيد شوت انت كيف توقف وانت كيف تلعب، اما ما معقول انت تحط نفس اعداداتي وتجيب هيد شوت، هذا شيء مستحيل ولا حد يكذب عليك هذا الكذب. اوكي مثلا خلونا نقرب الاعدادات مثلا كذا، طبعا انا بحب حركه السكوب تكون سريعه، بس ما مشكله عشان خاطركم
راح نلعب. انسحبت، استغفرك ربي واتوب اليك، والله انسحبت بالغلط. اخ انا لله وانا اليه راجعون، والله العظيم انسحبت بالغلط. اوكي ما مشكله يا شباب، شكل الفيديو راح يطول، بس ان شاء الله راح اقطع لبين ما ادخل الجيم وبعدين راح اكلمكم. اوكي يا شباب والله اعتذر، انسحبت من الجيم بالغلط، كنت فاتح الاعدادات وضغط على هذه الكلمه وبالغلط ضغط على اوكي. ما مشكله راح نلعب هذه الاعدادات، ولا خلونا نلعب الاعدادات اللي انا بستخدمها مشان يصير كل شيء كويس. 85 اوكي يا سادة الكرام، خلونا نشوف لنا مكان كذا كويس وننزل عليه ونلوت ونمشي ونلعب سكور. اخ يا قلبي، راح ننزل المنطقة الجديدة تقريبا، بس راح نستخدم اللانش باد. طبعا يا سادة الكرام هنا يوجد لانش باد، هذا ابو طيرك، وهنا واحد وهنا واحد، انا هذا اشوف اقرب لي يعني مشان اوصل للمنطقة اسرع من الشباب اللي راح يتواجدوا او اللي يكونوا نازلين معي. فبالبداية انت كيف تنزل، يعني انت كيف تنزل، كيف لك الاسبقية للمكان اللي متوجه عليه. اوكي يا سادة الكرام، وخلونا ننزل على هذا اللانش باد وننتقل للمنطقة الجديدة. بس خلونا نقبل اول سلاح ليكون حد سابقنا. كويس. اوكي خلونا نلوت على السريع. شوت جان سباك كويس. طبعا يا سادة الكرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة المقطع مع الاصدقاء، واللايك اهم حاجة يا اسطورة، ورابط انستغرامي تحت في الوصف. اتمنى منك انك تضيفني على صفحتي الخاصة في الانستغرام، واكون شاكر لك يا حبيب الملايين. سوف نرى ما الذي سوف يجري في هذا الجيم حلو الامور. طبعا يا حبايبي اي سؤال اي استفسار اكتبوا تحت وان شاء الله راح اجاوب، بس ما بنفس اللحظة، يعني اذا تكرر السؤال يعني نفس الاسئلة تكررت من اشخاص ثانيين فاكيد اني راح اجاوب على هذه الاسئلة، او راح اساوي فيديو على شيء يخص هذا. فهذا مسكين واحد شخص يكتب لي والله كل فيديو بنزله يكتب لي يا دخان كيف لا اتوتر، كيف يا دخان لا اتوتر، وفي شخص بعد ثاني تقريبا اثنين وثلاثة يكتبوا لي نفس الكلام، فحبيت اني اساوي فيديو مشان يعني يكون إجابة بسيطة، لكن الإجابة راح تعلمك كثير أشياء، إنه الجيم فوز وخسارة، فأكيد إنك أنت الحين خسرت، والإجابة اللي أنا سويتها أعتقد ما راح يعطيك حد إجابة نفس اللي أنا أعطيتك إياها، فإجابة كثير كويسة. نزلت وانتحرت وقلت لك هذه هي الإجابة، إنك راح تنزل وتخسر. كويس، معنا درع ليفل واحد، ما معنا ثلج، معنا دم ثمانية، خلينا نخلي هذا السلاح، وخلينا نجيب المخزين تبعنا، وخلينا نجيب هذا. اوكي. لا. اوكي يا اسطورة كيف تجيب هيد شوت؟ خلينا اقول لك كيف تجيب هيد شوت. طبعا انت مثلا تلعب وقد تضرب، ما تضرب انت لما تضرب في رجوله ما تجي هيد شوت، تجي الضرب في رجوله، فانت لما تضرب الايم موازي كذا، يعني مثلا هذا راسه تكون الايم مالك كذا، فانت لما تضرب تجيب هيد شوت، فاهم كيف؟ كذا يجيب هيد شوت، ما الاعدادات ما تعطيك هيد شوت وما تعطيك اي حاجه، الاعدادات فقط انت ايش تحب، سريع بطيء سرعه الاسكوب هذا الشيء، اما هيد شوت ما اعرف شو هذا، ما حدا اخترعها للحين، لكن يعني هي تساعدك، مثلا انت لما تلعب سكوب سريع فاكيد انه تساعدك انك تجيب هيد شوت، ولكن هذا مو كل شيء، ما معقول انت واقف تضرب تحت وتجيب هيد شوت. ثاني شيء مثلا انا بلعب الحين بلعب هذا مثلا اصوب دايركت على اللاعب،
ولكن لو حطيت اللعب هنا برزن ان سكوب راح انقص هذول الاعدادات، يعني راح احطيهم كلهم تحت عشان يكون اللعب شوي او دوران او حركة السكوب تكون ثقيلة عشان امشي. كيف؟ كويس. انا قاعد اتخطف وقاعد اطلق، يجيني هيت شوت ثاني نسيني زمان. اوكي خلونا نمشي يا سادة الكرام. الى وين نمشي؟ راح نروح للمقبرة نحصل منها الدرع 3 على الاقل. والشيء الثاني يا شباب، انا ما بحب استخدم هذه الاشياء مثلا خلاص نزلت في الجيم الا في حالة الضرورة مثلا، لكن مثلا العب سولو انتقل باللاند شباب كذا لا ما بحب، احب امشي. ليش؟ لانه يمكن انت تنتقل باللاند شباب ويكون واحد هناك يلوت فيكون منتبه عليك وانت ما تقدر تساوي اي شيء ولا طيحه. فانا بحب اسير على الاقدام، السير على الاقدام يكون افضل لي. كويس. وطبعا يا حبايبي اذا تريد تلعب سكور الحين مثلا انت ما بتلعب او انت تخاف كثير، فهذه فرصتك الحين، يعني الناس كلها بتلعب كلات، فهذه فرصتك انك تلعب سكور وتوصل للهيرو اذا لسه مو واصل. في كثير من الناس بعرفهم ما واصلين للهيرو، والله الشغل سهل بس الشغل يبالها صبر يعني. فان شاء الله التوفيق، كل التوفيق للجميع. كويس عشان ندرع ليفة الاثنين، ما معاي ولا واحد جدار. اللغم خلينا نشيل اللغم. اوكي خلنا اوكي. طبعا شيء ثاني يا شباب، انا بحب استخدم هذا مثبت البيبود، اعتقد اسمه بيبود، على الفاماس وعلى الاكي وعلى الامفور، ولكن السكار بحب استخدم عليه مثبت ثلاثة، يعني مثبت ثلاثة وسكوب فور يكون يصير السكار خرافي. يعني ما بحب البيبود اركبه على السكار، احسه يعني من وجهة نظري احسه مو كويس، يعني احس الطلق كله فاضي عكس لما يكون مثبت ليفل ثلاثة. ولكن الاكي البيبود والفاماس البيبود كويس كثير. كويس. الحين بس كل اللي نريده، نريد درع. درع معانا ليفل اثنين يمشي حاله، بس نريد ثلج، وهذه الثلجة اجتنا. كويس. طبعا يا شباب انا ناقل الثلج للمكان اللي في اليسار مثل ما انتم شايفين، كنت بلعب الثلج تكون هنا، اللي ملاحظ ان لعبي كان هنا، بس الحين نقلت الثلج لتحت مشان اكون اسرع، ولسه للحين يعني ما متعود على مكان الثلج. ولكن يقول لك اذا تريد الشيء، اذا تريد شيء الحلو فاصبر عليه. فانا صابر، اوقات اموت موتات غبية، اوقات اموت يعني انسى الثلج مكانه، فلساتي صابر وعارف حالي اني بتعلم عليه اجلا. شو يقولوا؟ اجلا ام عاجلا ام عاجلا ام اجلا، المهم هي اللي تكون. اوكي. طبعا يا اساطير اي مشية تمشوها كونوا حذرين من وجود الالغام. طبعا انا عادي يعني لو خسرت مو مشكلة، بس مجرد اني احكي لكم اي مش. هذا مكان ملوت شفتوا، يعني في واحد اجى من هون، هذا الرصاصة ما موجود، هذا السلاح، فكونوا منتبهين. يعني في واحد قريب من هذا المكان اصلا، انت كل مشيتك مثلا انت تلعب سكور كن ماشي بحذر. ومثلا الحين هنا معاك، انت معاك الزون، فخلاص خليك ثابت، شوف الزون الثاني وين اتبعه. تمام. مجبور تقتل كل اللي في الجزيرة؟ ما حد قالك اقتله. ها في واحد شفته خلفي، خليني ادخل البيت بالاول مشان ما اخسر عليه واحد ثلج، لانه هذه الثلج راح استفيد منها. اوكي شفتوا وين يا شباب؟ فوق البيت. مثل ما قلت لكم يا شباب، انت ما مجبور والشركة ما جبرتك انك انت تقتل اي شخص تشوفه في طريقك. يا اخي اذا الشخص اقدر اقتله راح اقتله، واذا الشخص اشوفه انه فوق جبل وحاس انه راح يجيبني هيد شوت او مكانه افضل من مكاني، يا اخي سوي هروب تكتيكي. انت ما شرط تقتل اي واحد،
اذا قررت انك تقتل اي واحد. لا مسوي كفن عن سكوب انا. زين انتبهت كويس. يعني اذا انت خططت انك تقتل اي لاعب فصدقني راح تخسر كثير كثير نقاط. فافضل لعب انك لما تلعب سكور تقتل الواحد اللي تشوفه راح تقتله، يعني اللي انت متأكد انك راح تقتله. لما تشوف واحد مستحكي منك فحاول انك تهرب منه هروب تكتيكي. والشيء الثاني يعني لا تمشي المكان اللي فيه ابراج وما معك ثلج، او لا تمشي مكان فاضي وما معك ثلج. مثلا انا معاي واحد ثلج الحين عادي امشي في اي ارض اقدر احط واحد ثلج، ولكن للافضل ان حتى لو معاك واحد ثلج لا تمشي في اماكن فاضيه لان راح يتكسر ثلجك. فحاول تمشي الاماكن اللي تكون بين الاشجار وهيك شيء. بس لحظه ثواني خلونا نشوف هذا. ما نسيته هذا على فكره. كويس. اريد اقتل واحد على الاقل في بداية الجيم مشان افتح الباونتي. شو اسمه هذا الصندوق مالي؟ شوف يا شباب، يعني هذه فرصتك انك انت تلعب سكور مثل ما شفتم. الجيم بسيط للغاية، يعني تبقوا معانا 10 في الجيم يعني كذا ولا كذا. لو اموت الحين راح اخذ، ما راح اخذ زايد لان انا سكوري شوي عالي تقريبا 3900 كذا سكوري. فيعني انتوا اكيد اذا كانت رتبتكم شوي قليله مثلا في الدايمون 1 دايمون 2 دايمون 3 اكيد انكم راح تحصلوا موجب. فالافضل انك تمشي. وهذا الاسكان انا ما بحب افجره. في من الناس من يشوفوا سكان كانهم شايفين وحش. ايه مثلا دخلت الاسكان اشيك على الناس اللي قريبين مني، اذا شفت كثير ناس راح افجره واهرب. لكن اذا ما في ناس او في واحد اركز الاماكن وين متواجد الخصوم مشان انا ما امشي في ارض ما اعرف وش متخبي فيها. خلي الاسكان وشوف الناس اللي في الاسكان وبعدين عاد قرر اذا انت بتفجر او لا. ثلجة واحدة يا شباب ما بتكفينا، معانا 11 دم. كويس. انا بحب لما العب سولو استخدم شخصية بالوما مشان الوت كثير. حتى يعني شخصية بالوما معي شخصية اساسية مشان الوت كثير، اخذ لوت من اول شيء لاخر شيء، يعني هذا الدم راح يكفيني لاخر الجيم. شوف هنا معانا اثنين ومعانا سيارة. كويس هذا شكلهم تايمين، فالافضل مني اني يهرب جارث بيل شوي لانه الكثرة تغلب الشجاعة. فانا قاعد اسوي الحين يعني فيديو افهمكم اشياء. كويس تقريبا في البرج ما حد، ما في ناس، ولكن راح نروح البيت الاحمر بس في ناس تقريبا فوق لان السيارة واقفة غلط. خلونا نمشي. شوف هذه السيارة مكانها غلط، يعني في ناس قريبين منا وسبعة اشخاص متواجدين احياء في هذه الجزيرة يرزقون. فأنا إذا بمسك هذا البيت بالأول أشيك إذا في حد، أشوف الألغام، أصعد أشوف الألغام الموجودة. أوكي ما في ناس، معاي ألغام وحزت لغم هنا، وهنا واحد، هنا واحد هنا. أوكي كويس. طبعا انت ماسك هذا البيت لكن لا تنسى هذا المكان لانه في من الناس يصعدوا فوق هذا وراح يجيبوك. فانت لا تنسى يعني يكون خلاص، يعني يكون مدقق على المكانين هنا وهناك. فلا تنسى حالك ابدا وقت التخبى، لا تنسى حالك، لا تعتمد على الالغام ولا تعتمد على اي شيء انت زتيته، ولا تعتمد على قوة درعك، ولا تعتمد على ايش قد انت معاك من الثلج، ولا تعتمد على ايش قد معاك من المثبتات، لانه ضربة هيد شوت يمكن توقعك. فكون حذر 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 جدا، خصوصا بمود السولو. لانه تضرب واحد يجيك واحد غدر، تضرب الثاني يجيك واحد غدر. ومثلا اذا قتلت واحد ودمك، انا الاحظ شيء من الشباب مثلا يتعارك مع واحد حتى لو بتلعب مع سكوادك، لما بتوقع سكواد ودمك يكون احمر او يكون ناقص منه 100 او يكون ناقص منه 50،
فيفضل انك بالاول لا تلوت، بالاول تعبي دمك وبعدين روح لوت. اللوت ما رايح عنك وما حدا راح يسرقه عنك، وحتى لو طلب صديقك معك ثلج اكيد انه راح يعطيك، حتى لو هو لوت عنك اكيد انه راح يعطيك. فانت من الاساس بالاول انك تثبت على دمك، ما قتلت واحد وقعت على جثته، هذا اباه وهذا ما اباه، هذا حلو وهذا ما حلو، هذا غاوي. لا يا حبيبي، كذا تحصل غدر، لأنه في من الناس يمشوا على الغدر، يعني يشوفوا وين الاشتباك، ويا حالات لما تغدر بواحد، وش أحلى من قتلة الغدر. كويس يا شباب. آها، نقرأ لي في الثلاثة. هذه سيارة، سيارة كبيرة. تعال. هذا شكله يبحث عن الناس. كويس يا شباب. في واحد شفته والله. كويس، خلونا نغير مكاننا مشان الشخص الثاني ابو بيراقبنا او سمع صوت الرصاص ما يحس فينا. كويس، أريد أصعد فوق شوي مشان اللي فوق ما يجيبني هيد شوت، بس بالأول خلونا أشوف الدائرة. شوف جابه هيد شوت والله. الحين هذا ما شايفني، أنا راح أمشي، ما بعرف إذا بيشوفني في المستقبل. شوف شلون راح أقتله. شوف وينه، شوف يا شباب، يقول لك أحلى شيء الغدر. بقى واحد والله، شفتوا يا شباب، والله اني اسطورة قتلت. كويس، معاي شنطة مليانة. لو تسير خلاص الست قله واحد يا اخي راح يجيبك هيتشوت الحين. كويس يا شباب، بالأول خلونا أتأكد من المنطقة اللي بالأعلى، لا يكون هو هنا، مشان إذا كويس. ما في سبع قنابل والله، لا أكثر ثلاث قنابل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شفتوا يا شباب الهيتلر؟ لقد فزنا، لقد فزنا، لقد فزنا، لقد فزنا. كيف يا سادة الكرام، انت تقدر ترفع سكورك بدون خوف بدون اي شيء، لو نقصت نقطة نقطتين عادي ما فيها مشكلة، لو تنقص 1000 نقطة عادي ما مشكلة. تأكد انها لعبة وانت فاتحها مشان تتسلى، مشان اعتبر هذا التحدي. انا والله العظيم خلونا اخبركم حاجة، انا اول ما فتحت اللعبة لعبتها حبيتها وكذا وكذا، بعدين شفت الناس تصعد عالمي فقررت اني اصعد عالمي. يعني اول موسم فكرت فيه ما قدرت اصعد، ثاني موسم ما كانوا عندي بطايق، ثالث موسم كذا، لكن هذا الموسم الحمد لله رب العالمين صعدت. اول يومين كنت في التوب 1، ولكن للاسف حسيت ان الشغل تعب والشغل يعني ارهقتني كثير، فصحيت من النوم حصلت حالي التوب 10، يعني كنت التوب 1. صحيت من النوم نمت، ما حدا كان يساعدني في الحساب، اقسم بربي كنت العب بحالي لحالي، وكان يمكن اخوي لعب جيمين 3 ايام لانه نمت ساعة واحدة. فبعدين فكرت ليش اتعب حالي وليش كذا وليش اول، في من الناس يلعبوا في حساباتهم 3 و4، انا لحالي. فخلاص قررت اني اعوف وانزل حالي من العالمي، والحمد لله رب العالمين. اهم شيء اني صعدت وثبت اسمي هنيك واخذت لقطة شاشة. المهم يا سادة الكرام، لهون نكون انتهينا من هذا الفيديو. العب الجيم كتسلية، اي واحد يقتلك عادي، لا تشيل حقد، لا تشيل اول، لا تشيل تالي، عصب من اصدقائك، ليش قتلك وليش اول وليش تالي، ليش انت سويت كذا وليش سويت كذا. بنفس الوقت مهما عصبت على اصدقائك حاول تراضيهم، حاول تلعب اللعبة ولا تحقد على الواحد اللي قتلك. ايه هذا قتلك لانه كفو، غدربك ما غدربك اهم شيء هو لعب بذكاء.
عصب على أصدقائك بس بنفس الوقت لا تزعلهم عليك. المهم يا سادتي الكرام، كان محدثكم الدخان، وأتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم. أتمنى منك يا أسطورة أنك ما نسيت تحط لايك على المقطع ومشاركة المقطع مع الأصدقاء. ويلا يا شباب، إلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله، وأتمنى أن الشرح ينال إعجابكم.